سناء. صباح الخير سناء. صباح النور. اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ كلشي مزيان الحمد لله. قولي شي عاد فيقه من النعاس؟ لا 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 يا ودي انا غير شرقي طنجة عامل فينا هذا هذاك والله العظيم من الصبي تبدل الجو ما عرفنا شي كيفاش الشرقي في الحقيقه رجعنا كاملين بينا كنصبحوا مدقدقين الحمد لله وصافي. سناء شنو الاقتراح ديالك لنا هذا الصباح؟ هذا الصباح ان شاء الله يعني مع بدا كيقرب صيفية بس قرب بدا كيسخن الحال ورمضان ماشي على الطريق. كاملين بديتو كتوجدوا لنا رمضان اييه نبداو ان شاء الله بعصير منعش عصير الخوف والمشمش كنقولها باللغه العربيه مشمش ومن بعد تشيز كيك الله ومن بعد شي حلو واحد الحلوه غتهلا فينا اليوم مسانا غنتهلا ضروري ربي يخليك الغزاله تفضل سناء نبداو بعصير الخوف والمشمش عندنا كيلو من التشين برتقال كيلو وعندنا أربع الخوخ كيلو ديال ديال البرتقال أيه دتين وعندنا أربع الخوخ أربع المشمش ياك وعندنا السكر حسب الحاجة يعني كل واحد الواحد يدوق فهمتي الواحد يعمل ربعة في الأول من بعد يشوف واش يقدر نقص يزيد ما عندي قد نقص بالحق فهمتي كان حسب ذوق كل واحد اللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليه كاين اللي كيبغي يمس أي داك الشيء كاين اللي كيبغي يمس كل واحد والذوق ديالو وعندنا واحد لتر ديال الماء يكون سخون يعني الماء يكون طايب في الأول حيت العصائر خاص دائما يكون الماء معقم يعني خاص يطيب عادي فهمتي الواحد يخليه يبرد ولا شي حاجة من أحسن حيت الطريقه شويه مختلفه عليها كنت كنشوف اذا غنغليو الماء ونخليوه حتى يبرد عاد غادي نزيدوه لا ماشي يبرد لا الماء سخون غيكون سخون غيكون مغلي ومن بعد تستعملوا فهمت نقشروا البرتقال والفواكه اخرين نخليهم هيداك يعني نغسلوهم ونقطعوهم واللي تشيل غير نحيدو لك القشره من الفوق يعني غتقطع حتى هو بديك القشور اللي عنده الداخل وداك الشيء اللي كجليده تبقى هيداك يعني نقطعوا الفواكه نحطوهم شي صلاديه ولا شي حاجه شي طبسي يكون غارق شويه شي بانيو عيد ستيت المهم حاجه تكون غارقه تكون غارقه ونضيفوا عليهم ديك السكر ديك الكميه السكر اللي عندنا من بعد نكبوا عليهم ديك الماء السخون تقريبا ليتر بحال شكل غيتراقدوا بحال الا غيتراقدوا من بعد نخليوهم في ذاك الماء وفي ذاك الوعاء لمدة 6 سوايع بحال شكل غيتشمخوا فهمتي تيخو هيدا 6 ساعات شو قشرتي اللتين يعني اللتين تا هو غنعملو معاهم كنحيدو القشرة ونزلو معاهم فواكه اخرى غير كنغسلوهم صافي ونزلوهم صافي يعني كنقطعو الفواكه مجموعين كاملين كنقطعوهم وكنخويهم عليهم ذاك السكر من بعد الماء السخون تقريبا لترو الماء السخون كنخليهم يرطابوا فيه تقريبا 6 ساعات من بعد ما كتفوت ديك 6 ساعات كنطحنوا كنصفيو كنصفيو ديك العصير حيت كيكون فيه ديك القشور ديال الجليده ديال التين وداك الشيء فهمتي كنصفيو وكندخلو النبيذ يبرد وبالصحه والراحه تبارك الله عليك نعاودو الطريقه عافاك سناء نعاودو نقصروا للتشين نحيدوا ديك القشره الليمونيه من فوق البرتقاليه فواكه اخرين نقطعهم هيداك بالقشور حيت باقي غيتصفوا يعني الواحد باش يستافد من منافع الفيتامينات اللي كيكونوا في القشور فهمت ونضيفوا عليهم ديك كمية السكر من بعد نضيفوا لتر ديال الماء يكون طايب سخون ونخليهم يتراقدوا 6 ساعات من بعد نطحنوا الخليط ونصفيوه وندخلوه للثلاجه يبرد حتى يوجد تبارك الله عليك عصير مختلف على العواصر الاخرى اللي كنحضروا بحال شكل باش ما نقولش اسميا المهم المهم كي تنجربوا وغنشوفوا لمن كيشبه ان شاء الله تبارك الله عليك سناء حسب الذوق ربي يخليك